عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذا وصف الله نعيم الجنة وما أعده فيها لأوليائه من الكرامة إذ جعلهم إخوانا على سرر متقابلين. وقد سن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه وآقى بين الصحابة. والفرقة من ألوان العذاب حتى في جهنم إذ ينادي سكانها فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الرجل بلا أخ كشمال بلا يمين. ولذا قيل: وما المرء إلا بإخوانه كما يقبض الكف بالمحصن. ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في السائل الأجدن. عباد الله، ما أهلك الله قليلا إلا بعدما رجعوا بالافتراق وابتلوا بالشقاق فأورثهم ذلا طويلا وعذابا وبيلا. فكلما اتحدت الجهود في هذه البلاد كلما زادت قوتهم فانتصروا وسادوا. وكلما تفرقوا وتنازعوا كلما فشلوا وذلوا، لأن القوانين الكونية لا تحابي أحدا، وسنة الله في الخلق عامة لا تختص بجيل دون جيل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أيها الطاغية المجرم، كفاك كذبا، اخرج من هذه البلاد الطيبة المباركة، فقد ضاقت عليك الأرض بما رحبت وانكشف أمرك. فلي يا بلد واحد لا فرق بين شرق وغرب وشمال وجنوب، فالتاريخ لا يرحم، فتاريخك أسود، فلا ترى إلا حقا ضائعا ودما مستحلا وعرضا مستباحا. كنا أمة سائرة على موائد اللئام، ومن بينهم ذاك المنافق الخائن الذي خان بلاده وغدر بأهلها، الذي يتكلم عبر إعلام كالدني ويقول بأن قتلانا في النار، ويزعم بأنه يحض على لم الشمل، ويستدل بالآيات القرآنية في غير مكانها. ومن بينهم من يسمى بمفتي الديار الليبية سابقا، فأين أنت من زملائك الشرفاء السابقين؟ ومن اللئام ذاك الخبيث الذي كان يدل على بيوت ومصانع مصراته.